السياسي مدير المهرجان الوطني للمونودراما في دورتي الاولى. فريمون اللي زوين هو اني انا وتخريبكا وفكرت اني ندير هذا المهرجان في خريبكا. والسبب هو ان المونودراما ما كايناش في المدينه ديالي. كاين مهرجان السينما الافريقيه، كاين مهرجان الوثائقي، كاين مهرجان المسرح اللي ديال الرواد اللي دابا راه دولي، كاين السيرك، كاين بزاف ديال مهرجانات في خريبكا. ارسات جمعيه محترف ناس الحال على انها تاخذ هذه البادره، على اساس انها كانت فرقه ديال المسرح، وفكرنا انه جمعيه ناخذوا واحد التجربه اولا مغامره اولا شي حاجه اللي نقدر نقولوا هذا المهرجان هذا كان تحدي لينا حنا كاشخاص. قلنا هذا المهرجان خصو يكون في خريبكا ديال المونودراما. بالنسبه لهذا المهرجان انا ما عرفت اراء الجمهور واراء الناس ديال خريبكا، واش نجح واش ما نجحش، داك الشيء كيبقى ديال الاراء ديال الناس. الهدف من هذا المهرجان هو نوصلوا لواحد شق مسرحي هو الممثل الواحد. السلام عليكم، تحية خاصة للصحافة المحلية، تحية خاصة كذلك للصحافة الوطنية، وتحية خاصة لجريدة خريبكا انفو الإلكترونية. أيوب الخزين مدير الفني للمهرجان الوطني للمونودراما في دورته الأولى، دورة الفنان عبد العظيم الشناوي. فالبرنامج ديال الدورة كان متنوع، وكذلك إدارة المهرجان حاولت تختار عدة فرق مسرحية من جميع أنحاء الوطن. كيف معنا فرقة اللي جاتنا مدينة سمارة، ومعنا فرقة من أيت ملول، ومعنا فرقة من زاكورة، ومعنا فرقة من الدار البيضاء، وكذلك فرقة مثل مدينة خريبكا. من هذا المنبر كنبغي نشكر شي ناس اللي دعمونا، وكنبغي نشكر الناس هما اللي ما دعموناش هما، كنبغي نشكرهم. وتحية خاصة لكم، وكنتمنوا الله هذا المولود الجديد يكون عنده واحد دورات أخرى وأخرى وأخرى. والسلام عليكم. السلام عليكم، معكم كمال اسماعيل ممثل مسرحي من مدينة خريبكا. دو على المهرجان، المهرجان أول نسخة ديالو الأولى دايز فكشي زوين تبارك الله عليهم الدراري خدامين. دو على الوراشي، بالنسبة للوراشي أنا من ضمن الدراري ديال الوراشي ديال السينوغرافيا خدامين الحمد لله. من ضمن الأستاذ، المهم مشات لي سميتو أستاذ تبارك الله عليه، خدام معانا شي خدمة ديال ماشي صحاب بروتوكول تيجي عندك تبقى خدم معانا شي خدمه ديال كما تيقولوا ديال ولاد الشعب تبارك الله عليه. وصلنا الميساج احسن تيعطيك الحاجه تيوصلها لك، ماشي بحال المهم تبارك الله عليكم. وتنشكر جوج ديال اللي هزوا بهذا الفستيفال واللي بغاو يهزوا مدينه خريبكا اللي داروا الفستيفال، السي امين السياف اللي هو الموديل ديال المهرجان، وايوب الخزين والموديل الفني، تبارك الله عليكم وشكرا. يوسف لمبوع مشارك في مهرجان المونودراما في الورشات. مهرجان داز تقريبا حسب التعبير ديالي الشخصي كنعتبره داز من احسن المهرجانات، على حسابش على انه داز ما فيش بزاف ديال البروتوكولات، ما فيش بزاف ديال العياقه. داز مهرجان فحال كتحس به وانت كتفرج في المهرجان، كتحس بان المهرجان ديالك وانت اللي بحال انت هو مول المهرجان. داكشي علاش كنعتبر هذا المهرجان ديال المونودرام اول دوره ليه كنعتبره مهرجان ناجح.